لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وهو خطوة أولى فيها السبيل يرجى أن تتلوها رجاء أن تتلوها لكثرة الفارسي بمدرك يرجى أن تتلوها خطوات أعم وأشمل أعم فلنصف تبقي على يهون المجاوز እንግዲህ በርካታ ይከበሩታል ብዬ የሚያስብና የሚያደርግ እርምጃ ነው። ለማ ሆ አሽተኑ አክመል መልካምና ሙሉ ለሆነው ማለት ነው። ወማ ቀደምቱሁ ፊ ሀዘ ልዐጀላቲ ኡጃለቲ በዚህ በሾከለች አጠር ባለች በዚህ ያዘጋጀሁት የተከወኑ ሚን አልፉሱል ከፊሎች ይከናወን الفصل الاول لسوره التعليم يكثلوا فنتنوتش كثلوتش يكثل هي كناون كناون الفصل الاول المراو احكام عامه احكام عامه تقل ديالا حقوقات وندنا سيد يما الى اي مالس مكانه المراه قبل الاسلام نعم فما دام في لسيد النبرات بوتا ويراد بما قبل الاسلام عصر الجاهليه ذلك الزمن التي كان يعيشها العرب عرب سنورات النبي بصفه خاصه اي ايش بصفه خاصه يتبعها هناك عرب سي مالك فلي عرب ما برصب كان فما دام في بقى ወሳሳና ተልካሻ ሁኔታ ነበረው ለሴት ማንም ቦታ አይሰጣትም ለጀር ከሚሰጣው ግን ለሴት አይሰጣትም ነው ወሳሳ ከአሶርሳት ነበር በትክክል አግብቶ አኖራት ነበር በትክክል አይሰጣት ነበር በትክክል ክብሯን አይጠብቅላትም ነበር በብዙ መልክ ሴቶች ተጮክነው ይኖሩ ነበር ሲምና ሳይመጣ በፊት ማለት ويعيشها اهل الارض بصفه عامه تقلل بالمال عربه هيت بالمال ليلاو دمو ما برصب وينير نبيرصب تقلل بالمال انديت كفيت قعدنا نورات انديت اندنبره حيث كان الناس في فتره من الرسل كما لكنه شو بتقارط جينا شتت جينا بور ودروس من السمول من قدوت بتدمسس جدي اسلاموي جوزوتنا يزتوت بدربتا جمسف جدي نبر بترفس جدي ليس بهون جدي نبر وقد نظر الله اليهم الله ده مو ده ما مدير حزب زند تملكتوال كما جاء في الحديث حديث الصحيح بحديث المحدث مسلم عند تورى فما قتهم عربهم عربهم عجمهم عجمات عربهم عرب يالهم قلاچو يالوبد غوزون يتقافي سيملكت إلا بقائم الكتاب وكانت المرأة في هذا الوقت بزن جزي نبرت سيد رجلا في الأغلب الأعم أباب الأجحونا أباب الزعي تعيش فترة عصيبة عصبي عصيبة أتحقر أتحقر يهونا نور تنور نبرنا خصوصا أتحقر يهونا جزي تنور نبر ታም ተጮክና ተጽኖ ተርጎባ ታበድላ ታምቃ ታፍና ኮቶሰን ፊል ሙጅተሚዕ አልዓረቢ በማህበረሰቡ ማህበረሰቡስ በተለይም ለያ ታላማ ተጮክና በሴትዮች ላይ ነበር በዮት ያለ ሲቀበር ነበር ተወልዳ ለምድቃ ሲከድ ሲቱ ተቆጥ በፈንድ አስቀመጠው ወይዳ ብሽር አሐዱም بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم حيث كانوا يكرهون ولادتها ما ولدوا عن تلو نبر فمنهم من كان يبسنها يبسن أني كبران نبر وهي حية بيوتي يالو إذا الموجودة سئلة لالين وأدمي بارغينو بيوتي يالو إذا كبران نبر حتى تموت تحت السواب بأفر أسن جيت موزن ومنهم من يتركها أني كبات نبر تبقى في حياة الذل بوردت يوت كالتهم كالقدلواتهم بوردت بك اللي انجنه كما قال تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على عيون أم يدسه في التراب على الله وإما فرنا يسيقها نفسك وإن بوردت نورها نفسك شبرتها يستطعي كما برس أبو قام أكل تقافعنا نوري سات نور ما سات نور ما نزنبلو في حياه الذل والمهانه ان معنا بورث عند وكلتنا بورث حياه نفرنا نور قال الله تعالى الله واذا بشر احدهم بالانثى
ከአረቦች መካከል አንዱ ሴት ተወልዳለች የምስራች ሲባልና ምርቃት ሲመረቅ ወለ وجهه ፊቱ ይሆን ነበር ሙስወድ ያክብር ነበር ይላል ፊቱ وهو كظيم كظيم ቁጣ ተሞልቶ ተናዶ ሴት በመወለደዋና በሷ በመበሰው يتوارى من القوم ከሰዎች ይሸሸግ ነበር እንሱ ኢማሙ الشربي ከተበሰረበት ነገር መጥፎን ነላ እሱ ደግኮሎ አይምጥቁ አላሁኒ እንግዲህ ከሁለት አይነት አንዱ አማራጭ ነበር ወይም ያው አይገጥራቱ በህይወት አኖራ ነበር ግን አዋርዶ በውርደት ኑሮት ኑር ነበር ማለት የተባረከ ህይወት አሚያዱስ ሙፍቲ በአፈር ውስጥ ህይወት ይያላ ወስቶ ጻድ ያደርጋል ነበር አላሳ አማይ ሐዋጅ የሚፈርዱት ስራቸው ሐሳስ አላይና ምን አይነት አድራጎት ነው ያለው وقال تعالى الله اذا الموءوده سئلت በህይወታቸው ላይ ተቀበሩ ሴት ልጆች የመልካማ የተጠየቁ ቃል ቢአይ ዘንብን ቁትለ ምን ወንጀልናው ተገደለች ታዲያ የተጠየቀች ማለቱ ደገይሪ ዘንብን ቁትላት ነው ካለ ወንጀል ታጋድላ ላይ ታብሩ ማለት ይስተካን ይላል ወልመውኡለቱ ቢልቢን ወላዲስራው ወላዲስራይ ነው ሙፊራ ان العرب قالوا مهاتي هو اجل بنا بل كان يفتخرون وعدل بناه الى المقرومات ووعد البنات الى المقرومات سيدي بيوت مقبر ككبرنا كتل مفخر يا يتطرال بالنفر الى يمرشا بجلنا ذكرت ندر والموءوده هي البنت تدفن حيه حيه بين الكفر عند حتى تموت تحت التراب موجوده متبال واذا سلمت من واد من الوادي من الوادي بيوت كما قبر سلامه كونك كذي كترفت من الوادي بيوت كما قبر يا له كما قبر سلامه كونك وعاشت خنورك فانها تعيش عيشه المهانه مهان يورد نورنا نورنا فكبر سايستط لو ان يمستطاو كبر غير سايستط مبدا يستط فدارا لم ينكراكتوا بقى بابو مالك نبرتين ميتوكيوتنا تصينو ميفطرو نبروت يعني عربوت وين بزان دي نبرو بزا بمعيمنتنا بتشين دي نبرو معبرسبوش بموز يبال عربوت عربو معبرسب ይህ ነበር ይላል እስላም ግን ከመጣ በኋላ ሴት ከምንም በላይ መብቷን አስከበረላት ተጠበቀላት እስላም ነው በቁርአን አልዓዚም ውስጥ ከ114ቱ ምዕራፍ ውስጥ አንዱ ሱረተ ኒሳ የሴቶች ምዕራፍ ብሎ ሴቶች ምዕራፍና መብት ማለት ሴቶች መብትና ሴቶች ማንነት ከፋ ዘርዝሯል ለሴቶች ክብር የጠበቀና ያስከበረ እስላም ነው እንጂ አውሮፓንም አይደለም ጃሂሎችንም አይደለም ዛሬ ፍልስጤማውያንም አይደለም ዛሬ እንደሚባለው እስላም እንደሚቆነነው አይነት አይደለም ለሴት ከምንም በላይ ለርጃል ነፍሉ ሚማደረከል ዋሊዳን ወቅረቡና ወለኒሳ ነፍሉ ሚማደረከል ዋዳ ወቅረቡና ለአላህ ሚማ ቀለ ሚኑ አው ከፊል ለአላህ ጀለ ወዓላ ወአቱ ኒሳ ሰዱቃት ሂነ ኒህላ ለአላህ ጀለ ወዓላ የሰፍቱነ ከኒሳ ኩለፊኩ ፊሂነ ማድራሪክ ቢልኪታብ የታም ኒሳ ኢላ ለአላህ ጀለ ወዓላ ወላን ተሰፊው አንታዲሉ በይነ ኒሳ ወለው ሐረፍቱ ለአላህ ጀለ ወዓላ ايهن بتملكته بودي ينغرا يا ايها الذي يا ايها الناس ربكم الذي خلق من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله جل وعلا فان كنتم لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع جل وعلا واذا رتم استدار زوج مكان الواحد الى دور كنت صوره النساء بتمنا اور ديرو تكتاثروا سو يمكن مفتاح استقى عالم جليل اولي الله سنتنا يميلوا اشقاريوج እንደሱ አይነት ዘዲድ ሚሊየትሪያስ ዘዲድ ይተመር ሱረተ ኒሳ አንዷ አይተሰጠችው መብት والله አስተብሩ ባል فليس لها حظ من ميراث قريبها يعني كذا ما توك حبته كبالوا كوندما كرجوا ورث مكن نبر الذي للذين رجال نصيب في مترك الوالد وجد النساء نصيب على لو عندهم يعني وبنوا كتووا ولا دوش كتووا ورث ترشع له لخيس الرجال هذا مهما كثرت امواله جنب يبلغن ببزا كزمدوا اتوصل نفر ومهما عانت من الفقر يبلغ جهنم لا تقرام مدن على والحاجه اشكر بنور بعد من ما يتفاتم اذا كان نبر ما يكفي غزي نو يكفي ما اكاهي نو بقى يكفي يا رمي الناس يا معين الناس ادغابنا
وجود لانهم يخصون الميراث للرجال لو ان ذي كان يتبكن ادم دون قرنت ما يواقع فرس ما يقال تصير انجد ورثه لو ايه يحلل يشركلان دون النساء كيف يورث النساء بل انها كانت تورث اكثر الناس كما نغر باكون سيطر ود الناس يو يرشد كنا ما لا يدل وند اندم يورث ورثه انجي لسيف يورثن اكفاف استقاط الاسلام አበላልጡ የመደበው ለወንድ ብዙ ወዲ ሲያሪ መልከተው ነው ያደረገለት ለወንድ ብዙ ለምስቱ የጠለብ ያዲት ያዲት ሳብ ያዘመድ ወራት ነው ስለላለበት ከወዲ አንሳር የወንዱን እንጂ ዩርስ ድርሻትን ካፋካስ በዛው የፈየ ደሞ ወዲ ሲለማይ በዛባት በብዙ يعني ማበረከቡ ሲቶች ወዲ አሳና አሳና ወዱ አንሳር ስለዚህ እነሱ መጣነካርጎ ግን አትወርሰም አይደለም ምትወርሰው ከወንድ እኩል አይደለም ወንድ እንደምርት ወርታለሽ እንጂ ለወንድ የሚያሳው ኮኩል ነው መጠቆመው ማለት አይደለም بل انها كانت تورث عن زوجها الميت ارمي غرمو دمو تورث بر الذي الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء حرام ترث النساء غبت اعطنا باك الى سيكوس مرتانتي تكيكلن الاسلام يذكر قر كون كون الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء هيتوس تيتوس حرام عبدلاك ካልዚ አባላት አመንደና መጥፈለገው አንተ እንትና አመጣ ተመራማሪ አን ዘውጂ አልመይቱ መይት ጎሮ ዘውጂ ወርሳት ፈቅድ በቂት ባሏ ሞተ አይደለም ካላት ወርስ ነበር ንካታይ ታስተር ወደደች ጣላት ባካኝ አባላታለሁ ምን ይመጣ ጉስታም ዘውጂ ልባት ነበር ታስ ማ አገባ ታላ እስካም ከማዩራቱ ማሉ እቃው ለም ዛሬ ግን ወርስ ጋር ብቻ የሚባለው ከዚህ ጋር ያያያል የውርስ ጋብቻ ማለት ባሏ ከሞተ በኋላ የምትፈቀድለት አካል ማግባት ማለት ነው። ውርስ ቢኖር ይሄኛው አይነት አይደለም። ግን ነው ፈቀዳ ንካዳ አስሮ ለኒካ ምትቻይለት ወይም ምትበቃለት ከሆነችና ከሆነ ነው መለየት አለበት ነገሩ። وكان الجمع كثير من النساء كثيرة برحبتها في التبوج يعيشن تحت زوج واحد يوم قلبا نبرا محايا أربع ثلاثة أمسا فيك أقبا نبرا عنه كثيرين اندخل لها مكناك المكناك يدبك معقبات نوم اندخل نبرا وفي السنن عن غيلان لما أسلم وتحت عشر نسوة غيلان اللي قال صحابي سلم يعني اكثر نسبه بس في وش نقول فراس النبي عليه الصلاه والسلام اختار اربع وفار سائرون اراد اربع ليله كده كان عبد حالاته كان بلا ايشال مالكم او يالله تقبض بيتا اياكيد ليله تو الاسلام تاونا ليله تو او يالله تقبض بيتا كان بلا ايشال مالك اياكيد ولثانيا دمو ያለ ገደብ 40 50 ማግባ ማለት ያስኪዱ በድሮ ሸሪዓ በሙሳ ሸሪዓ እስካክል ፍቅር ነበር ተብሎ በኢሳ ሸሪዓ ደግሞ ካንድ በላይ ፍቅር ነበር ቢሆን ምክንያቱም በዛ ጊዜ የሴት ፍቅር ነበር በሙሳ የሴት ዲዛይን ነው ይችላል ይሄ উম্মተ ሙሳ ሲለው መካከለኛ ሁለቱም ካላስ ተጥቆ አራት ዲመጥና ሰውዮ ከዛ በላይ ፍቅር ነው ኢላ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አላህ ጀለ ወአለ የፈርሰንቱ ያው ሴቶችና ወንዶች እኩል ናቸው የሚባለው ራሱ ይሄ ሳይንስ ይሄ ጥባ እንትን ማለት ነው። ይባል ራሱ ውጥ ነው ይላል። ውጥ ነው ወንድ ይበልጣል በስሚት ዓለም ፈርሰን የትና ይበልጣል ይላል። ይሄንም ትናወቀው አላህ ፈቀደው አላህ ያቀምልችን ነው እንዴ? ስለዚህ እስራፍ ተፈቅዷል የሚችል ከሆነ ነው فانشو ما طابا من النساء مسناو سرات وربا فإن خيشتم ألا تعدلوا فواهدة أو ما ملكت إيمانكم إيه أسلمتوا على الإسلام يا ستي الدكة قلتوا إسلام نو اتعتبت برشي إذيه زيرو بلا إيه حيث كانوا لا يتقيدون بعدد محدود يتقدموا بوس أي قدموا نبا قال وسرياغ ابو دبر من الزوجات هاي كانت غير عابئين منم سايتما عابئين غير مكتسين سايتما رايت عايزون سايتما سوا بناينا بما ينالهن من يغات ماتو من الجرا من جرائم من جراء ذلك من جراء ذلك هذه متيت معناه ان كما دغاتو قالوا بقطر قال بوثق يتنصا يغات ماتو سيتك منكرال منم ساتاسباتو ታስተክላቸው ለምብረራ ካላግባ እንደከፍ ተረክሲቡ ነበር
من المضايقات تبت بسيطة إذا تباتوا تبت هنا جرامة من أجل ذلك ولما جاء الاسلام رفع هذا المظالم ايه اتقالايت انا جبا مالك ايه دينو ايه سكانا اندار جرس ارغو اتوقدو عن المرأة وعاد لها اعتبارها جمتها من لسلم جمع نبرا شبر وارمى الانسان جمع بس الانا ينبرا في الكبر من لسلم قال الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى فذكر سبحانه أنها شريكة الرجل شريكة الرجل يتويه تشاركنا شيرنا دلو على اللبان لجين بما يجو شير بناء الإنساني يتوزج بما مرس بما منسى والمبتعي للأول مبتع الله المال في مبدأ يعلم خفيرون هذا ما شير ما شونا في مبدأ إذ بثوري شمس كما هي شريكة الرجل كما شركة الرجل سبيه شريك دونه الثواب بأجر مال من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وأن يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظ فروجه والحافظات والذاكرة كثيرة والذاكرات أفسر لك القرن لكم ولا تفعوا تعود للناصر خلاص يا سلام إيش كيف سادم وزاري يا قرآن كريس جرسيس قرآن مستاس لكات لنا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آمنهم ما يستحقون يا رب إن لم يكن سبق لهم منك هداية والعقاب على العمل بس رام لنا منك الطول دم سيت دي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو قال كفى ملكا مسرى كون دم كثيرا يا من فيه ملكا بيوت نانورا ولنشينه حياة طيبة ولنجزينه قيل إشراف قدرنا وقيل سأثر رزقنا وقيل يا جسا من امتان جسن يرون علي إيمان قال له بذو إيزو بإيمان قال له في أطونا كفى علي يسبسبه يكنف لك يا بدلت جرو صاحب الا عطول سيوت مغزا جاتا فاي ايمان صاحب ايمان صاحب من زيد بس كاينيا في سبحان الله دين دي ريت كفتو ام اي سي كوسريه اثر بر صاحب ولا شيء قال هي هذا هو الحياه الطيبه ليس حياه طيب جمع ولا سؤال السعاده جمع مال ولكن التقي هو السعيد عاد قال ما صرت بك عيد للرجل الجنه مالك نغرك سعيد مال تقيو نو ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عندما سوى أخيرا لهم كثروا السراء تبلغهم إذن كفلاشون عندهم أكثر وصفات مطوبة. وقال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات كثيرهم منافقاننا منافقات والمشركين والمشركات أبداري وشنا كثيرهم كوندهم وحرم ويتوب الله على عزمار المنافقين يا منافق وانتنا سيطة يا كافرهم يا وانتنا سيطة يا مؤمنون وانتنا سيطة لنا بيلاد وعد الله المنافقين والمنافقات دار الله جل وعلا والكفار نار جهنم اي وحرم سبحانه اعتبار المرأة من جملة الموروثات كم يورث كايكا كثرة ايكا عندما يورث ارجو سيت المجمد حرام مهون الله تعالى موروثات الزوج الميت اي كما يقول زوج مالك كم يورث كايكا وعندي كيف الأرجو من فرصة حرام لديه وتراجع فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم, لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرحا تدو تشير لتورثوا أنتوا كرحا قرحا يعني يقل سيهون بكد مالنا قرحا كارحات قرحا كرحا فضمن لها قرح لها أمات أمه قرحا وضعت قرح كرح قرح
قال البخاري حرفه وكره بمعنى الى عندنا اليوم مصدر رجع معنى كاري ومصدر منكرون ايش وبمن لها استقلال شخصيتها ايش وعرب سبحانه استقلال شخصيتها هذا من لا واسنا واستدلنا استقلال شخصيتها كأننا بأغافان عند بالشيء بأفجل لو رسم على سنة الله وجعلها وارثة لا موروثة وراثيت على الرجاف الجيد وراثيت عند إيكا على الرجاف يعني عند إيكا متورث تايمور يكون إيكام يبرسن يوبنوان متورث على الرجاف وجعل للمرأة رافنا كارش على الرجاف وجعل للمرأة حقا في الميراث فمن قال تعالى مما لقريبها ولكم فقال تعالى من يكون لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم قال تعالى أمرك والله العزيز يا سلام سورة النساء يا أخي ما أعجبها سورة النساء في حقوق النساء فقال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان لو دوش ولا دوش حتى ورثة ورثة والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أو سورة نصيب بزع النفل لم يورث ونبرد لو أنت ترشى عندنا لو كل بابات بنات وقوكلوا تسيبي أبعى الله هذا كثيرا أنت مطالب يتوسل بإرشاء الله يوسلون وعلم يعني نصيب ذو الفرد ميلوت وما أوش خراح ميلوت هنا وقال تعالى كم رئيسة إلا بالعول إيسي يوصيكم الله في أولادكم للذكر لا للجماعة ورسول نبر يوصيكم الله في أولادكم بل إذا وشارك الله مكراج قصة السؤال للذكر للذكر بدلنا لوند مثل حظ الأنثيين يا أهلا لا يوصيكم الله في أولادكم بلو للذكر مثل حظ الأنثيين لوند يولد سيتو جرشاء الله فإن كنا نساء فإن كنا نساء لجوز سوتيس كهونو فوق اثنتين مورس بلاي كهونو فلهن ثلثا ما ترك يتوو نظر مع رباباته وإناثاته وكتاب موتا شو نبرات ثلث نظر كو ولت جو ينسون ولت جو لسيتو شو لسيتو شو ولت بلاي كهونو وندو كان إلا نستغي وندو كان إلا وندو كان لأ وإن كانت واحدة فلها النصف أنت سيد البيتشان أبرا هنا نورج ليلة لجيل لهم لا فاتوا من ناتوا موت خليفة جمع شورتا ليلة إنجلي فلقا الأبوتا قوتوا عليك ليلة منهم تفلقوا يوزسا إلى آخر ما جاء في توريث المرأة لما تعوى وسبتي أما وبنتا وأختا وزوجا وأختا إيتم بالتون وزوجا مستم بالتون لا مستم كما قال أمه لازم يورد بلو كذا بلو من بلا ولأبيه كل واحد منهم السلوث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السلوث فإن كان له إخوة فلأمه السلوث يا سلام إن ناتم تهون مستم تهون لجم تهون إيتم تهون لسيف ليش ورث تناقر الله هذا من تابت عليك وفي مجال الزوجية حسر الله الزوج على أربع حدا أعلى وفي مجال الزوجية بل زوجية حسر الله الزوجة حتى حسر الله أيوة زواج بلا حسر الله زوجا زواجا زوجيا قال في اللهم الزوجي لن حسر الله زوجة زواجا سدار على أربع حدا أعلى بقى مترشا بكائه لو كارات بلا يسال لشرط القيام إيهم دمو زنبلو أجلو بس كتير وقت عندك أن لو كتابا لنو بعد المستطاع لأكونني وكتالا عندي ما استدادر ما لسا بعدل المستطاع بين الزوجات فتتعالى يا كلمة لسنا ويعني تفتكلا إنيا فتين لما وقت جمي جلكه نزل له فإن كنتم ألا تكسكوا في اليتامى فانكشوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تعولوا ألا تجوروا كما قال الإمام الشافعي بدل لا تروا جندنا
وين لا تعولوا الا تكثروا العيال بالوال. ومن حديث وابدا بمن تعولوا اي واوجب معاشره بالمعروف اي واشروهن بالمعروف على الله باب تنانواتشو عن انوراتهم واشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وان اردت الاستبداء على زوج مكان زوج واتيت احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضك الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم الا عذره النساء فتداروا فورثوا فمنوا الى زيتوت سوره النساء عبد. فقال سبحانه رجال ان الجرد النساء وعاشروهن بالمعروف أبابو قلبوا أن أبقوا على ثوات أحباب ببطروا في المدبار بطروا صبايا أن أنواجه وهم أسحب أدروا الشورة معاشرة مخالفة مصاحبة وجعل الصداقة حقا لها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني لو شاشون مهراشون مستفتوا واجبنا لسا مستدون سواسي كلا إلى اللولينا للاود ما فينا رماتنا يعني كار وهم دم يا مهروان كلا يبالونا بتبص في مطاب الثانو مياسي ولا ما تكاش قطر مقطع لبي مرفوعنا إيش وجعل الصلاة حقا لها صدقون يصان مقدر وابن صدق عاتهن مش اللي دافد تقتدي الملكية نعم وآمر بإعطائها إياها إياها إعطائه إياها ترى هذا بابك وفي قادمين هناك في الشيطان وهم قم ما شوشتان الشيطان لو قالت نو عريات الأباب الهاتف هنا الشيطان في السمسة الأقمع يقولون ان جدا السواء عندها تسير بالا الله لسه ميزتات عطاك عندها تسابقا عندها نقاط عريع الله يدلع لم يسو ميزتات في الرأس عزينا رأي طالب فيه عن قيلنا من هذا الله إذا عطلوا كسب ما سمنا إلا إذا كانت غير رشيدة صفيحة مبذرة مجنونة سبيلة ثورج لوليها استثقال حتى قدمت الدرس تنجي سفر عندي ولقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما عن طير نفس من الكلب لما هو زدد اللوم وواتج إلى أنك إنت أرد له لكن وأنه أمس مطور الزعب نبي زمان أمس مطور نبار إلى الريان فهو نبي زمان أمس شيء أرد شيء اسمع مبتنى فبذات على اللي على انه الى يا محمد ده الاسلام على اللي على المره قال لا عند جزي وكنني عند تسمع مبت عند درجه يقول اي عن طيب نفسي ايه قص بالوقت. فقال وآت النساء صدقاتهن نحلة وآت النساء او اعتقاد امر الازواج صدقاتهن نحلة صدقات جمع صداقات ويجمع على صدق صدق صدقات نهلا أي أدار وعد النساء صدقاتهن نهلا أي أدار أمؤهن أطعان معلنا يعني يتلوش أتون يمهر أتون مسأت شكواتهم نهلا صداق معر علائك أقر وده سلم تسيم على الله يلعلو لا لمهر لا صداقه فيغيبنا لكم عن شيء منه كذي كمهر بجبت بسوستر أو فكالوات نفسا فقلوه هنيئا مريئا فإن صعبت أنفسهن ما جست كالاتشو كالاتشو الله راعية أمرتي هنيئا مريئا دواء شافيا يميس ماما يعني انتنه لله تشوه بتعطى مجده لله تشوه دواء شافيا كأنه دواء نوي كأنه دعاءنا من الله فكلوه وهم حلالنا مرت سيغون جلو سبق حلالنا مرت نو بابقو فكالنا نت كتبتوها تشوهنا
وجعلها الله راعية آمرة عزاجي مع درجات ناهية راعية دم تقطعي مع درجات ناهية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ناهية في بيت زوجها أي أميرة على أولادها أيوه قال صلى الله عليه وسلم ومسؤولا هو ولده ومسؤولة عن رعيتها المرأة راعية في بيت زوجها من حديث ابن عمر المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وأوجب على الزوج نفقتها نفقتها وكسوتها وكسوتها قال فينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وكسوتها ما لبسها الباسات بالمعروف بعد ما بإلدى وكن بإلدى الشيء